organization of this international tournament in Agadir. This tournament is held in Adrar, in the biggest stadium of Agadir, and this final will be Ajax Amsterdam representing Holland and Mohammed VI Academy representing Morocco. It's an exciting match we're going to see on this field soon, shortly, in a few minutes, we'll start. Thank you.
Shabu and Abdul Hussein, Nap IFC Tales. And today we played the final against the Academy of Aziz. And played a good final, we won 3-0. And I'm happy, the team is happy. We played good, first round we played good, second round we played good. And now we are happy to win the tournament and on to the chair, Shabu. Peter Kalsa, I'm team manager from Ajax Under 15. And we are very pleased to be here, and we are fired by the tournament. Very special development for the players, but also for the staff. So we're very glad to be here, and we are very glad to be the best of the tournament. And that's always why Ajax is playing a tournament, always to try to be the best. فكما عرفت هذه النسخة الرابعة من الدوري لأكادير لفئات أقل 15 سنة. هاد الدوري اللي عرف مشاركة هاد السنة ديال استاد الفرق فريق حسيت أكادير ومنتخب العصبة من المنطقة ديالنا، فريق الفتح الرباطي الفائز بالنسخة الأخيرة، وأيضا فريق أكاديمية محمد السادس، زيادة على جوج فرق اللي هما خارجين من المغرب اللي هو أجاكس أمستردام ولوهافر الفرنسي. الحمد لله، يعني الهدف ديالنا اللي كنا بغينا راه وصلنا، وهاد الجديدات ديال المنطقه يحتكم مدارس مختلفه سواء يكونوا مغربيه ولا اوروبيه. الحمد لله الكل تفاجئ بالمستوى ديال مقابله النهائيه اللي كانت ما بين اكاديميه محمد السادس وفريق اجاكس امستردام. الحمد لله، يعني كنهنيو فريق اجاكس امستردام على الفوز ديالو بهذه النسخه، وكنتمناو حظ موفق في الدوره المقبله لفريق اكاديميه. نتمنوا اننا نكونوا على الاشاره ونكونوا عند حسن ضمن الجميع، لا من جانب التقني ولا من جانب التنظيمي. نتمنوا ان شاء الله نضربوا لكم موعد السنه المقبله ونشوفوا فرق اخرى عالميه ان شاء الله. شكرا. هذا الدوري الدولي عرف مشاركه العديد من الفرق، من بينهم المتوج بهذه البطوله اياكس امستردام الذي خاض مباراته النهائيه امام اكاديميه محمد السادس الذي برهن كذلك عن علو كعبه في هذه المباراه، وانتهت المباراه لصالح اياكس امستردام الذي فاز بهذا الدوري في نسخته الرابعه. نشكر كذلك جميع من ساهم في انجاح هذه التظاهره، وعلى امل ان نلتقي بكم في النسخه الخامسه ان شاء الله السنه المقبله مع فرق جديده ومع طموح اكبر ان شاء الله. الو، السلام عليكم، معكم الحسين وزان عبد الزكريا وزان اللي كيلعب مع المنتخب اللي يلعب مع المنتخب الوطني المغربي قبل من 17 عام، اللي شارك في كاس افريقيا وكاس العالم في اندونيسيا، والان كنشارك في التورنوي اللي انضمت في اكادير اللي انضمتها الجمعيه ديال الشتوي. اول مره كنحضروا هنايا، فاش نقول لك التورنو جد رائعة، الأجواء والتنظيم كان جد رائع، ونتمنى الفرق الأوروبية تشارك في العام في الأعوام المقبلة إن شاء الله. وجيت اليوم حضرت مع اجاكس امستردام حيت الولد ديالي عبد الله وزان والاخ ديال زكريا وزان كيلعب مع اجاكس امستردام واللي شارك في الدوري، ولعبوا الفينال ضد اكاديميه محمد السادس. اش نقول، كانت المقابله جد رائعه والنيفو كان طالع ما بين الطرفين. الكرة هي هذه، أجاكس ربحات 3 أهداف مقابل 0. شغنقول لك، كما كتشاهد لنا الأجواء جد رائعة الحمد لله، ونتمنوا التوفيق للمنظمين كاملين، وكنشكرهم على المجهودات اللي داروا، وكنشكر المغاربة كاملين، كنبغيو بعضياتنا البعض. وفي الاخير الله ينصر سيدنا محمد السادس حتى هو على المجهودات اللي كيدير باش يطور هاد الكره القدم. راه في اي بلاصه في كتمشي دابا كتشوف الكره الحمد لله غاده فواحد في التقدم جد رائع. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى.